الحكومة في المغرب ليست هي التي تتحكم مهما كان توجهها، فمن يحكم فعليا هو الملك ومحيطه، وقد جاء الدستور الممنوح الجديد ليعزز هذا التحكم والاستفراد، وبالتالي أن تكون الحكومة أو لا تكون فالأمر سيان، ولهذا نتوجه بمعارضتنا إلى الجهات الحاكمة وليس إلى الواجهات الشكلية، وقد سبق لنا أن نصحنا إخواننا في العدالة والتنمية منذ بداية تجربتهم، وحذرناهم من التورط في تحمل مسؤولية حكومة لا تملك من الصلاحيات إلا هامش الهامش.